109 ألف متر مربع. ده شكل المدينة وأنا واقف، لو أنا بتاع شركة تسويق وجاي أسوق هقف أتفرج على كل المدينة، يعني أكن أنا فعلا واقف دلوقتي أشوف شكل المدينة عامل إزاي. مركز التدريب ده مركز تكنولوجي على اعلى مستوى، وفي كمان مكان لتعليم الناس استخدام الماكينات وفي نفس الوقت الصيانه. زي ما حضراتكم شايفين دي منطقه مصانع الاساس، ده مجمع كافيتريات موجود هنا، دي المصانع المتوسطه على اليمين والشمال، دي المصانع الكبيره. بنخش جوه على السره او قلب المدينه الصناعيه بنلاقي الورش المتوسطه ورش النجاره.